مراسلنا من طنجرة الوسطى زميل عبد الرزاق حاجي، صباح الخير عبد الرزاق. نعم زميلي، صباح الخير. هل من تفاصيل جديدة؟ نعم زميلي، عرفت تمرت مساء البارحة أمطار غزيرة مع تسبب في شلل حركة المرور، مما أدى إلى سيلان يعني العديد من الوديان الطوفانية. بحيث هذه الوديان فقدت ولاية تمرات 7 شباب يتراوح أعمارهم ما بين 19 و21 سنة في مشهد مروع تحت صراخ آليهم، خوفا من فوات الأوان وفقدانهم أمام أنظار الجميع وأمام أنظار الحماية المدنية بدورها. بقت واقفة ولم تحرك شاكما نظرا لقلة عتاد الإنقاذ. وفي الأخير الحمد لله، بعدما تم تضافر الجهود من طرف المواطنين الذين تدخلوا بكل الإمكانيات وكل ما يملكون من جرارات ورافعات، والحمد لله في ساعات متأخرة تم إنقاذ 7 شباب الذين كانوا غالقين داخل الواد، وتم نقله بسرعة مباشرة إلى مستشفى مصباح بغدادي، لأن حالة الشباب كانت يعني في حالة مزرية نظرا لبرودة الطقس وبرودة المياه التي كانت تجري في عاصمة الولاية طنجرة. نعم، يعني تم العثور على كل يعني المفقودين السبعة. نعم زميلي، في ساعات متأخرة تم العثور عليهم وتم إنقاذهم في ساعات متأخرة من الليل، وكل هذا راجع إلى تضافر الجهود من طرف المواطنين فقط، لأن الحماية المدنية لا تملك من العتاد نعم. من أجل إنقاذ شكرا الضحايا في الواد. شكرا لك عبد الرزاق حاجي، مراسلنا من ولاية طنجرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.